السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في غرفة حليمة. فاليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد البيتزا ديال المطاعم اللي كتكون بنينة بزاف. فغادي ندوزو ان شاء الله لطريقة التحضير. بسم الله، فعندنا واحد المعلقة ديال الخميرة ديال الخبز وكاس ديال الفورص اللي غادي ان شاء الله نخلطو معاها باش نخليوه يطلع شوية، وعندنا معلقة ديال السنيدة وشوية ديال الزعتر وواحد شوية ديال الحليب غبرة. ان شاء الله بسم الله، احنا ما كترناش بزاف الخميره، درنا عير واحد المعلقه. بسم الله، وعندنا واحد الكاس، واحد نص كاس ديال الماء دافي اللي غادي نخلطوا به ان شاء الله هذا الشيء هذا، وغادي نخليه واحد يطلع واحد شويه. وعندنا واحد المعلقه ديال الملحه. بسم الله، حنا غادي نخلطوه ان شاء الله وغادي نرجعوا معكم باش نوريكم الطريقه ان شاء الله. بعد ما نخلي العجينه ان شاء الله ترتاح بحال هكا تخلطات مزيان، نخليوها شويه طلع لينا شويه ديك الخميره ان شاء الله، ونرجع معكم غادي ندوزو للحشوه ان شاء الله ديال البيتزا. غندوزو للطريقه ان شاء الله ديال الحشوه. عندنا جوج بصلات مقطعين، وعندنا ثلاثه معالق ولا جوج ديال زيت العود ان شاء الله بحال هكا، وغادي نخليوهم ان شاء الله حتى يتشحروا مزيان. وعندنا واحد المعلقه ديال الثوم وشويه الملح، واحد نص معلقه بحال هكا، غادي نخليهم ان شاء الله حتى يتشحروا، نرجعوا معكم ان شاء الله باش نوريكم الطريقه ديال التعمار ديال البيتزا. دابا تفعلت معنا العجينه، دابا طلعت واحد شويه ان شاء الله غادي نبداو. عندنا جوج كيسان الفورص والسميده، واحد الكاس ما عامرش، وهنا عندنا القمح الكامل، وعندنا كاس ونص ديال اللبن. بسم الله، وما تقدروا تخلطوا بيديكم ولا بالغوغو بحال الناس لا ما مشوز. نزيدو القمح ان شاء الله، غادي نكتفي غير بالنص نتاعو، غادي نديرو اللبن ان شاء الله، كاس ونص غادي نديرو الكل يتخلط ان شاء الله. هي ما خصهاش تجي جاريه بزاف، ما خصهاش تجي قاصحه بزاف، خصها تجي مزيانه مدافعه. عندنا نص كاس ديال الزيت العود، تقدروا ديروا لهم المدلك، تقدروا تقرصوهم باليديكم. دابا غادي نقوهم مزيان مزيان ان شاء الله، وغادي نتوزل التعمار. دابا قرصنا العجينه، فدابا ان شاء الله غادي نرجعوا معكم باش نوريكم الحشوه ديالها باش نعقب العماره ديالها. هنا عندنا بصل، جوج بصلات صغاورين مشلضين، وعندنا قطرات من الحامض من السيترون باش غادي نديروهم مع شويه لا كريم فريش، وعندنا الفرماج غابي، وعندنا الفرماج هذا اللي كتعرفوه كيجي بحال السمن، وعندنا التيزيان شويه ديال الزعتر، وعندنا السومو. فوالا ندوزو لطريقه التعمار ان شاء الله. بسم الله، ان شاء الله بسم الله. قطرات من الحامض الشكل هذا غنميلونجي الكل،
نقلبوه مزيان مزيان. راني نجوج ان شاء الله. بسم الله. شوف على حسب اللي كتكثروا بزاف، كثروا ما كتبغيش تكثروا بزاف ما تكثروش، كل واحد وكيفاش الذوق نتاعو. غادي نديرهم بحال هكا وصلنا. يكون بيتزا مقرومه مزيان، خاصها تكون رقيقه باش ما تجيكمش غليظه بزاف، لان الا جات غليظه ما غاتجيكمش زوينه، تكون مدقصه شويه ما غاديش تعجبكم. دونك دائما العجينه رقوها مزيان مزيان، ومن بعد نديروا لها شويه بالفرشيطه، نرجعوا لها شويه عندنا شويه ديال الزهر ان شاء الله الحكوك. نديرو شويه البصله بحال هكا، فرماج محكوك بالطريقة هذه. غادي ندوزو باش نقطعو الشرائح ديال الصومون، هما تكونو ديجا مقطعين، نزيدو نقطعو واحد شوية هكا. كترا جات معمره مزيان قد ما تجي زوينه. غادي نزيدو شويه الفرماج غادي تكون لنا بحال هكا. قطرات من زيت العود، باش نحمرو الثانية. فوالا دابا غادي نفرنوهم ان شاء الله في الفران وغادي نرجعو معاكم. غادي نديرو عليهم هاد الفخوماج هذا ان شاء الله لي هو كيبقى اختياري.
ما طابوا لينا لي بيتزا ديالنا فنقدموهم لكم بالصحه والراحه. كنتمنى وتشاركوا في القناه وتعملوا لينا اللايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.